انا بقول الكلام ده لان الدوله بصدد خطه طموحه جدا جدا للغزل والنسيج، احنا كنا اعلنا عنها، وفي مصانع المحله الكبرى. مش كده دوله الرئيس؟ برنامج اضخم من كده بكتير واكتر من كده بكتير، بس انا بقوله من دلوقتي عشان اهلنا اللي في المحله يعرفوا ان احنا مش يعني لن نتخلى على ان احنا نعيد للمحلة مكانتها اللي تستحقها، بس بشرط المكانة دي ما بتتحققش بالدولة فقط، لا، بينا كلنا. صحيح. بالعاملين والقائمين على الصناعة دي هيتعمل مصانع بنفس المستوى ده في المحلة. بس أنا بقول لقطاع الأعمال الكلام ده بيتعمل بأن احنا بنعيد صياغة الأراضي اللي موجودة عشان تساهم في سداد المديونية اللي اتكلم عليها اللي هو مصطفى، بيقول 33 مليار و16 مليار تانيين، يعني 50 مليار تقريبا. ده الحل اللي بيتم تنفيذه دلوقتي، ثم كمان لتطوير المصانع دي، أو مش تطويرها بقى، ده إحلال كامل للمصانع اللي إن شاء الله خلال يمكن سنتين بالكتير، مش كده؟ سنتين؟ طيب يعني خلال سنتين إن شاء الله نكون بنفتتح في المحلة الكبرى وفي مناطق أخرى اللي هو الإحلال لجودة وتحسين أو للحفاظ على اللي كانت مصر بتحققه في هذه الصناعة. الأمر ده ما ينجحش إلا إذا كان القائمين في مجالات أخرى، في التجارة والصناعة، في البيئة، كل واحد في مكانه بيقوم بالدور بتاعه بمنتهى الجدية. ليه؟ عشان يفضل العمل بالشكل ده، نفضل شايفين المنظر ده بالجودة دي. أي خلل فيه يبقى خلل بيتراكم، التراكمات دي في الآخر تخرج المنشأة دي من قدرتها على أنها تبقى منشأة اقتصادية تدر عائد وتبقى عبء بعد كده.